بعد توليه إدارة البلاد كرئيس مؤقت في فترة من أصعب الفترات التي عاشتها مصر عقب ثورة 30 يونيو. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. استطاع المستشار عدلي منصور أن يوجد لنفسه مكانة كبيرة في قلوب المصريين، بل إنه كان جديرا بأن يكون أول قرار للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي هو منح عدلي منصور قلادة النيل، الوسام الأعلى مرتبة في الأوسمة الرسمية المصرية، والتي تمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاما مميزا يؤثر في حياة المصريين، كما أنها تمنح لرؤساء الدول والمصريين فائق التميز. وقد حصل على قلادة النيل عدد من رؤساء الجمهورية، ربما كان آخرهم الرئيس الراحل محمد نجيب الذي منحه المستشار عدلي منصور القلادة قبل بضعة أشهر، كما حصل عليها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والذي منحها لعدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة، وفي مقدمتهم الرئيس أنور السادات في أثناء الاحتفال الرابع بعيد ثورة يوليو عام 1956، كما حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما حصل كل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق على قلادة النيل عقب تعيينهما كمستشارين للرئيس الأسبق محمد مرسي. كما كانت قلادة النيل من نصيب الذين شرفوا اسم مصر بحصولهم على جائزة نوبل، وهم الأديب العالمي نجيب محفوظ عام 1988 والعالم الدكتور أحمد زويل عام 1999، فضلا عن الدكتور محمد البرادعي عام 2006. وعلى المستوى الديني حصل عليها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، كما حصل عليها الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للهيئة العامة للأمم المتحدة وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب. ولم يقتصر منح قلادة النيل على الشخصيات المصرية فحسب، بل إن من أشهر الذين حصلوا عليها من خارج البلاد الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا والملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا